جابت اخبار اليوم داخل مستشفيات الجامعه والفرن اللي هو الغذاء المرضى. انا دكتوره اسامه عبد المنعم، استاذ مساعد طب اطفال مدير مستشفى الاطفال الجامعي. حابه بس اعرف حضراتكم على مخبز مستشفى الاطفال الجامعي الجديد، تم افتتاحه يوم الثلاثاء السابق تحت اشراف وتشجيع معالي السيد الاستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعه، والاداره المميزه الاستاذ الدكتور عبد السلام عيد عميد الكليه، والاستاذ الدكتور وليد ندى المدير التنفيذي للمستشفيات. في الحقيقه المخبز ده بيخدم فئه كبيره جدا من الاطفال، بيعتني بالتغذيه العلاجيه. في امراض كتير منها امراض التمثيل الغذائي وحساسيه الطعام وحساسيه القمح، بتعتمد في العلاج بتاعها على التغذيه. يعني التغذيه تعتبر دواء، تعتبر علاج، لان الاطفال دول بيبقوا عندهم ممنوعات في اكلهم، بيبقوا محرومين من مجموعه معينه من الاكلات. على سبيل المثال امراض التمثيل الغذائي بيبقوا ممنوعين مدى الحياه من ان هم ياكلوا الحاجات اللي فيها بروتين كتير زي اللحوم والدواجن والاسماك والبقوليات والبيض واللبن والعيش والدقيق، يعني كل المخبوزات بيبقوا ممنوعين منها منعا باتا مدى الحياه. لو هم اكلوها بتعمل لهم اضرار كتير على صحتهم، وبتؤدي الى تاخر عقلي وذهني وتشنجات ومشاكل كتير. لذلك كان واجب علينا كجامعه الزقازيق ومستشفى الاطفال الجامعي ان احنا ننظر للمشاكل اللي بيعانوها هؤلاء الاطفال وهؤلاء المرضى، ان هم عندهم صعوبه شديده في ان هم يحصلوا على بدائل هذه الاطعمه المحرومين منها. فقررنا ان احنا نعمل فكره جميله ان احنا نوفر لهم جنب محل اقامتهم مخبز بينتج جميع انواع المخبوزات والاكلات المخصوصه اللي مصنوعه من مكونات معينه بتعالج الاطفال دول وبتخليهم مش محرومين وما بيعانوش من الحرمان ان هم يشوفوا طفل بياكل حاجه وهم مش عارفين ياكلوها. المخبز ده بيخدم فئه كبيره جدا من الاطفال، امراض التمثيل الغذائي، امراض الحساسيه بانواعها، امراض حساسيه الطعام، عندنا كمان الحميه الكيتونيه، وان شاء الله يعني قادما باذن الله هيبقى في التغذيه الخاصه بمرضى السكر. وده علشان نساعد الاطفال ان هم يبقوا في تغذيه سليمه وصحيه، وان هم يلتزموا بالحميه الغذائيه اللي هي اصلا بتبقى سبب في شفائهم. احنا بنقدم اكتر من 20 نوع من الاكلات والمخبوزات. شوف بقى حضرتك اي حاجه تيجي على بالنا هنلاقيها: عيش، فينو، شامي، بقسماط، كرواسون، بسبوسه، جاتو، بديل لحمه وبديل فراخ ودبابيس وهمبرجر وكرواسون وباتيه، كل حاجه من التشكيلات المخبوزات اللي عندنا. وبنحاول نزود من المينيو بتاعتنا اكتر واكتر. عندنا حصص مجانيه للاطفال بياخدوها شهريا، وبالاضافه الى ذلك في منفذ بيع بيقدروا ان هم يشتروا اللي هم عايزينه ازيد من الحصه المجانيه. بنخدم محافظه الشرقيه كامله وكمان المحافظات الاخرى. عندنا استعداد ان احنا نتقبل يعني نخدم المحافظات الثانيه كلها. الحمد لله المخبز بكفاءه عاليه جدا، عندنا 4 افراد، عندنا تيم عامل مجتهد جدا معانا، شيف متدرب تدريب جيد جدا على استخدام انواع الدقيق الخاصه. فالحمد لله يعني قدرنا ان احنا نوفر بفضل الله والاداره الحكيمه ورؤسائنا الخدمه الجميله دي، وان شاء الله يعني تستمر ونقدم اكتر واكتر من جامعه الزقازيق. سنة واحدة لامراض التمثيل الغذائي في قسم الاطفال بمستشفيات جامعه الزقازيق. تمام. الوحده دي بتتعامل مع الاطفال اللي عندهم مشاكل ناتجه عن امراض التغذيه، يعني اللي هو بياكل بعض الاكلات اللي هي الناس العاديين ما بتتاثرش بيها، بس دي بتسبب له مشاكل.
زي بعضهم مثلا بيتأثر بزيادة البروتينات في الغذاء بتاعه، بتعمل له مواد ضارة تسبب تأخر عقلي وتأخر في النمو وتشوهات. فالأطفال دي لما بتتشخص بدري بتتمنع من المواد اللي بتضرها وبالتالي بتنمو نمو طبيعي. حاليا التشخيص المبكر ده بيتم من خلال تحليل بيتم عقب الولادة مباشرة، والتحليل ده لما بتطلع نتيجته الطفل بيتسجل في وحدة أمراض التمثيل الغذائي وبيبتدي يتعمل له نظام غذائي معين يمشي عليه، وبيبتدي يتعمل تثقيف للأسرة بحيث انها ما يتعرضوش للمواد اللي هي ممكن تضره. طبعا دول بيعيشوا على حاجات أغذية مخصوصة مدى الحياة، منها ألبان مخصوصة تنصرف لهم، ومنها انه هو ما يقدرش ياكل بروتينات حيوانية زي اللحوم وكده نباتي، وحتى البروتينات النباتية مش كلها مسموح بيها، بتبقى بنسب محدودة جدا. والعيش لانه القمح والدقيق والكلام ده بيبقى فيه برضو نسبة عليه من البروتين، فبالتالي بيتعمل لهم دقيق مخصوص يا اما يكون خالي تماما من البروتين يا اما فيه نسبة مخفضة من البروتين حسب حالة كل طفل. وبالبداية يعني كان الأطفال دي بتجد صعوبة في أنها تحصل على المنتجات دي، وكانت بتلاقيها بأسعار باهظة وربما تكون مستوردة من الخارج. دلوقتي طبعا لما عملنا الوحدة بتاعت المخبز ده وهي داخل المستشفيات وتابعة لوحدة التمثيل الغذائي قسم الأطفال، الحاجات دي هتبقى بالمجان أو ممكن يعني حاجات رمزية جدا. عدد المترددين على الوحدة كتير يا دكتور في الأطفال؟ يعني قرب المئتين. مئتين. ما وجاي يعني بس. وبيستمر التسجيل تباعا، يعني كل ما بتظهر حالة بتيجي تتسجل. والحالة بدناها متابعة مع القسم على طول لغاية لغاية البلوغ. زي أنيميا البكر. زي الحاجات زي كده مدى الحياة. مدى الحياة. وعلى الأقل لحد ما الطفل يبقى عارف يعني ينمو نمو طبيعي، النمو العقلي بتاعه يبقى مظبوط، وبعدين بيبقى عارف بقى النظام اللي هيمشي عليه فبيلتزم بيه، بيحمي نفسه من المضاعفات. هو كم طفل في محافظة الشرقية مريض بهذا المرض؟ انا الاحصاء اللي عندك؟ لا ما عنديش احصائيه بالموضوع ده، بس هو ده المرض ده مش من الامراض المنتشره، هو من الامراض اللي هي قليله الانتشار، بس تاثيره على الاطفال صعب جدا، وبالتالي التدخل المبكر بينقل الطفل من انه يكون شخص معاق مدى الحياه الى شخص طبيعي. فبالرغم من قله عدد الحالات الا انه التاثير الايجابي للتدخل المبكر عالي جدا، وبيجنبنا بقى ان احنا نتعامل مع هؤلاء الاطفال لو وصل الحال بيهم ان عندهم اعاقات وكلام من ده، والدولة تقعد تصرف فلوس كتير بقى على علاج هذه الاعاقات او تأهيل هؤلاء الاطفال، بينما الحكاية بسيطة في البداية ان احنا ما نأكلوش عيش فيه بروتين، ما نأكلوش لحوم، ما نأكلوش كذا، ما نأكلوش كذا. ومن هنا في شعار في الحملة دي اسمه غذائي دوائي. غذائي دوائي معناه ان انا مش محتاج، الطفل المصاب ده هو مش محتاج ادوية، هو محتاج بس يتغذى تغذية سليمة تحميه من المضاعفات اللي ناتجة عن لو خد مواد تضر. في حاجة تانية دكتور، سؤال اللي هو المرض ده وراثي ولا مش شرط؟ الامراض دي فيها جانب كبير وراثي، جينات وراثية، جانب كبير منها بيكون وراثي، يبقى الاب وبعضها بيكون طفرات، يعني ممكن حالات تظهر كده بس في جانب وراثي طبعا. في الدم اللي هو البلاد مؤثر في الكلام ده، في جينات البلاد اللي انواع فصيله الدم، يعني ممكن يبقى او نيجاتيف ايه؟ ما اعتقدش ان لها علاقه، ما اقدرش اقول لك لان انا مش متخصص طبعا، بس هو الوراثه لها دور في الموضوع. تمام، شكرا.